به إلى قوله رحمه الله: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ. لتفهم أن محل ظهور التقوى القلب. هذا موضع التقوى، هنا تتجلى التقوى. ليست التقوى منظرا، ليست التقوى كلمات. يظهر عليك مظهر المتقين، لا يسلك كذلك لزاما في قرن المتقين. تتكلم بكلام المتقين، كلما قيل ما شاء الله، سبحان الله، بارك الله فيك، كلام المتقين لا يدخل كذلك في زمرة المتقين. هنا التقوى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، ها هنا، يعني هذه اسم الإشارة يقيد الموضع المشار إليه. تقوى ها هنا، ليست ها هنا، ليست ها هنا، ليست ها هنا، تقوى ها هنا. وذلك يا إخواني، لا تحكموا على أحد بتقوى ولا بعدم تقوى. ترون منه سمتا يدل على التقوى فتقول فلان ما شاء الله، فلان من كذا، من الصالحين ومن المتقين، ونراه في المسجد ونراه في الصف الأول. لا تشهد لأحد بما لا تكلف شهادة به له. قل أراه في الصف الأول، أراه في المسجد، أراه كذا، تشهد بما ترى. أما تقول من الصالحين لأني ترى، ها رؤيتك إياه ها هنا لا يلزم منها، ليست نتيجتها المنطقية أن يكون من الصالحين. كما أن عدم رؤيتك إياه هنا ليست نتيجتها المنطقية أن لا يكون من الصالحين.